تعالوا يا جماعة نشوف. بعد ما نزلت زوج العصفورة نزلته تحت في القفص اللي تحت، تعالوا نشوف دلوقتي حالا هطلعه، وازاي زوجة العصفور او الانثى العصفور هتستقبل زوجها ازاي بعد غياب اكتر من 4 ايام عنها. هنشوف دلوقتي الاستقبال هيبقى ازاي والفرحة والسعادة والجمال. على فكرة في نهاية الفيديو ده مفاجأة كبيرة جدا جدا، محدش يقفل الفيديو عشان لو قفلت الفيديو هتندم انك مش هتشوف المنظر ده. تعالوا معايا هطلعه دلوقتي حالا قدام عينيكم اهو بعد غياب 4 ايام. قلت عايزك بعد 4 ايام اطلعه واشوف هيحصل ايه. بقفش امه كده زي ما انتم شايفين، مش عايز يقف، وامسك امسك مش عايز يتمسك. اخيرا مسكته طلعته فوق وسبته وقفلت عليه. استنيت شويه قلت هشوف هيحصل ايه، سبت الكاميرا ثابته عليهم زي ما انتم شايفين كده. على فكره المقطع ده كان اكتر من ساعه بس انا اختصرته لكم عشان خاطر ما تزهقوش، عملته 10 دقائق بس. بس يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه، هنطبح المنوعات على اليوتيوب، بس على الاشتراك دلوقتي حالا واعمل لايك للفيديو، هكون شاكر ليك جدا جدا يعني. ما تقفلش الفيديو عشان الفيديو بجد قوي جدا وجميل جدا، شوف الفيديو للنهايه هيحصل ايه. دوت اهو خلاص اخيرا بدات العصفوره تحس ان هو خلاص وصل، وانا بعدت عن القفص خالص واطمنت اخيرا ان انا مش موجود. بدات تتدلع اهو زي ما انتم شايفين، تتدلع عليه وبدات ترفع على رقبتها اهو تقول له انت وحشتني ومش عارف ايه، وبقى يتكلموا مع بعض لسه هو في بدايه الكلام، وعايز تاخده بالحضن اخيرا، قربت تاخده بالحضن. بص بترفع رقبتها ازاي وبتسبل له حب بقى يا جماعه، انتوا عارفين الحب ولع في الدره زي ما بيقولوا. وهو بقى زي ما انتم شايفين، تابعوا معايا الفيديو للنهايه شوفوا هيحصل ايه في نهايه الفيديو. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، يا ريت اللي اقل من 18 سنه ما يشوفش الفيديو ده للنهايه عشان الفيديو جامد جدا جدا. هتعرفوا كل حاجه دلوقتي. بدا يبوس اهوت، بدا يبوس، يلا بوس يا حبيبي عشان خلاص دي وحشتك انا عارف اهو. بصوا بصوا الحنيه والحب والحنان. ما تنسوش تشتركوا في القناه زي ما قلت لكم، دوس على الاشتراك عشان عارفك انت بتنسى بتتفرج على الفيديو وتنسى نفسك. لا دوس على الاشتراك دلوقتي، كمان اعمل لايك للفيديو. ولو عايز تستفسر عن اي حاجه عن العصافير، عن بيت العصافير، اصل بيت العصافير ما بيجيبش، لا بيجيب وكل حاجه، اكتب لي تعليق وانا هرد عليك. يلا بصوا بصوا تنحت تنحت، بص التسبيله وهو طبعا مش سائل فيها، شكل الراجل مجهد خالص من النوم تحت في الارض وتعبان، نايم تحت لوحده وبقاله كام يوم بعيد عنها. فقالت له خلاص انا هسيبك وهمشي. راحت تطمن على الاول على اولادها في العشيات زي ما انتم شايفين كده، دخلت العشه بصت عليهم بصه تطمن عليهم برده، برده لعيالها يا جماعه معلش. راحت تبص كمان بصه، وبعدين انا طبعا رجعت الفيديو تاني اهو زي ما انتم شايفين. شوف بقى خلاص بقى ايه، تطمن هي كده بتبص شمال ويمين مفيش حد، لان العصفوره زي ما انتم عارفين بتخجل وبتتكسف زي ما انتم شايفين كده. يلا عشان انا تعبت من كتر الكلام وصدعتكم انا عارف، تابعوا الفيديو للنهايه، الفيديو هيعجبكم جدا جدا زي ما بقول لك. ما تنساش تشترك في القناه، اعمل لايك للفيديو، ولو عايز تشتري عصافير او اي حاجه قبل ما تشتري عايز تعرفني اقول لي اقول لك على طول يا حبيبي. يلا اشوفكم على خير، يلا ما تنساش تشتركوا في القناه، تابع الفيديو انت مالكش دعوه بيا، انا مش هتكلم تاني خلاص. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.
ترجمة